بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج هاشتاج، والتي نخصصها لمتابعة ردود الأفعال على منصات التواصل مع حلول الذكرى الرابعة لتظاهرات 30 من يونيو التي شهدتها مصر قبل 4 أعوام. فتابعونا. أهلا بكم مشاهدينا لهذه الحلقة من هاشتاج، ندعوكم دوما أن تكونوا ضيوفنا مباشرة على الهواء عبر حساب سكايب AJ مباشر، وبإمكانكم أيضا أن تساهموا معنا عبر حسابينا على تويتر وفيسبوك في اختيار موضوعات الحلقات والتعليق عليها، فشاركونا. إذن هي الذكرى الرابعة للتظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها مصر في 30 من يونيو عام 2013، والتي طالبت برحيل الرئيس المنتخب حينها الدكتور محمد مرسي عن الحكم. وقد مهدت هذه الاحتجاجات حينها لانقلاب عسكري في 3 يوليو، قام من خلاله الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع حينها بعزل الرئيس مرسي وتعيين المستشار عدلي منصور رئيسا مؤقتا للبلاد. إذن تتزامن هذه الذكرى 30 من يونيو هذا العام مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار المنتجات البترولية وتراجع حاد في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، فضلا عن عجز كبير في الموازنة العامة للدولة، وكذلك صعود غير مسبوق للدين المحلي والخارجي. وهي الأرقام والإحصائيات التي رصدها مقطع لشبكة رصد عما شهدته مصر خلال الأعوام الأربعة التي تلت الانقلاب العسكري في مصر. دعونا نتابع. إذن آلاف التغريدات عبر وسم 30 يونيو على تويتر، دعونا نتابع مجموعة من التعليقات التي تفاعلت مع هذا الوسم. أول هذه التغريدات للناشط مالك عدلي يقول: 30 يونيو يوم أن عملنا على خلاص الوطن وعملتم على خلاصكم، يوم أن عملنا على استكمال ثورتنا وعملتم على الخلاص منها، الله يحكم بيننا وبينكم. الإعلامي أسامة جويش قال: احكوا لأبنائكم أن لمصر في يونيو 3 نكسات، 5 يونيو يوم في عام 67 يوم ضياع الأرض على يد المحتل، 5 يونيو في عام 2017 المشاركة في حصار قطر، و30 يونيو خراب مصر بيد العسكر. المستشار وليد شرابي قال: حق للثورة أن تستبشر، كان من الممكن أن يمر 30 يونيو 2017 والسيسي ناجحا متربعا في قلوب المصريين، ولكن الله شاء أن تمر الذكرى والشعب يلعن كما يقول. فراشة هذا الحساب تقول: يارتني منزلت، كنت فكرة مصر هتبقى أحسن، كنت أظن وخاب ظني. هذا الحساب لي حساب اسم بنت تقول: عايز أقول لك أن 30 يونيو عمرها ما كانت ثورة ولا امتداد ليناير،
الثورة الوحيدة اللي عشتها هي 25 يناير وبس. حليمة تقول يوم 30 يونيو ثورة مضادة خطط لها الجيش بغطاء ليبرالي يساري ودعم كنسي وتحريض من الدولة العميقة والقليل ممن خرج جاري استخفاله أو جرى استخفاله وكانت لديه مطالب. أما سعد فقد قال باختصار يوم النكسة، هكذا وصف. سلمى تقول في تغريدة لها تحب تقول إيه في 30 يونيو، أقول حسبي الله ونعم الوكيل. إذن التغريدات المؤيدة لتظاهرات 30 من يونيو لم تنقطع أيضا عبر الوسم، ومنها تغريدة للفنان نبيل الحلفاوي والتي قال فيها كل سنة وانتم طيبين، ذكرى 30 يونيو يوم أن أسقط الشعب المصري العظيم مدعوما بجيشه الوطني مشروع أعتى أجهزة المخابرات في العالم. أما وسام فمن جانبه فقد قال يبدو قال بالمناسبة الشعب ما نزلش يشيل الإخوان علشان الكهرباء والبنزين، الشعب نزل يسترجع هويته وهوية مصر من الجماعة ومكتب الإرشاد واستخدم 30 يونيو. الصور عبر تويتر أيضا عبرت عن تفاعل كبير من المغردين مع هذه الذكرى، فلنتابع. من تويتر إلى فيسبوك دعونا نتابع أبرز التعليقات أو التدوينات أيضا للمستخدمين. سليمان يقول الذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو المجيدة، كانت مصر في موقع متوسط في قائمة الدول المتخلفة، وبفضل الثورة وقائدها الملهم أصبحت مصر في ذيل القائمة. مبروك. أيمن يقول ذكرى 30 يونيو لا تحتاج إلى توصيف، الواقع أصدق ويتحدث. أما ريهام فقد دونت قائلة ما عاد هناك عيش ولا حرية ولا عدالة اجتماعية ولا حتى ثورة، تحيا مصر ثلاث مرات حتى لو ولدها بيموتوا، وسلم لي على ثوار 30 يونيو. مصطفى كتب ساخرا بيقول لك من الإعجاز الرقمي لثورة 30/6 العظيمة أن كل 6 لتر بنزين بقت ب30 جنيه، لا تخرج قبل أن تكتب تحيا مصر. أما الناشط عمرو الشورى فقد دون قائلا في نفس الوقت ده من 4 سنين كنا جايين مع مسيرة من كوبري القبة بنهتف يسقط حكم المرشد يسقط حكم العسكر، فتجمع الناس حوالينا وكنا هننضرب، ساعتها عرفنا إن إحنا أخطأنا التقدير لما رهنا إن الإخوان هيقدموا تنازلات قبل 30 يونيو ويحلوا الأزمة بدري قبل ما ينزل حد، ولما رهنا إن الناس مش هترضى بحكم العسكر يرجع تاني. للمزيد عن هذه التغريدة بالتحديد والتي جاءت في ذكرى 30 من يونيو بصفة عامة، ينضم إلينا الدكتور عمرو الشورى الناشط وعضو مجلس نقابة الأطباء عبر سكايب. أهلا بك عمرو، أول سؤال عن ذكرى 30 يونيو أيا كان مسماها الذي قد تسميه، بماذا توصفها اليوم؟ والله 30 يونيو هو حدث إن إحنا نرجع ونشوف نراجع أخطائنا فيه، مش بس مش حدث منفصل، لكن هي ما ينفعش نبص ل 30 يونيو بدون ما نبص للفتره اللي قبلها، السنه اللي قبلها، ما نقدرش نبص ل 30 يونيو بدون ما نبص للاعلان الدستوري قبلها بالتاسيسيه، بحل مجلس الشعب بغيره، بتكريم سامي عنان وطنطاوي، او الشكر في الجيش حتى خطاب 27 يونيو، الشكر في الجيش والشرطه من خلال موسي. فهي ليست حدث منفصل، ولكن الاهم من ذكرى يونيو او غيره
الوضع الحالي اللي احنا فيه. طيب يعني مش هيهمنا كتير ان احنا نتكلم عن 30 يونيو، اكتر ما يهمنا نتكلم عن وضعنا الحالي وازاي نخرج من الازمه اللي احنا فيها. طيب عمرو، يعني أنت تقول مش مهم إن احنا نتكلم عن 30 يونيو بحد ذاتها بقدر ما مهم إن احنا نتكلم وصلنا لإيه حاليا، ولكن ما حدث في 30 يونيو ماذا يسمى؟ هل يسمى بانقلاب عسكري بالفعل؟ له مآلات، ودائما في الانقلابات العسكرية تتبعها هذه المآلات التي وصلنا إليها اليوم. أنا لا يمكن، أنا عن نفسي ما بوصفش 30 يونيو بالثورة أو امتداد ل 25 يناير. بالفعل هي ما كانتش امتداد ل 25 يناير ولا كانت ثورة، هي كانت جزء تمهيد للانقلاب اللي حصل في 3 يوليو. بالفعل يعني مش ثورة، هي كانت تمهيد للانقلاب في 3 يوليو. نعم. طيب ابقى معي عمرو، سأعود إليك وأذهب إلى القيادي بحركة شباب السادس من إبريل شريف الروبي ليحدثنا عن موقف الحركة بعد مرور 4 سنوات مما أسمته هي حينها ثورة 30 يونيو. فهل هي ثورة حتى الآن شريف؟ نتكلم بشكل واضح وصريح انه لما تفتحوا ملف بعد 4 سنين هات 30 يونيو ثوره. خلينا نتكلم 25 يناير اللي زلنا فيه كل ربوع مصر، هل هي ثوره ام انقلاب؟ لانه في 25 يناير كل المؤسسه العسكريه نزلت حمت الميادين حفاظا على ان لا يورث الحكم لجمال مبارك. ولكن 30 يونيو هي موجه ثوريه استكماليه في حينها او للمطالبه بانتخابات رئاسيه مبكره لتعنت الحكم بقياده محمد مرسي في ذلك الوقت ضد القوى المدنيه ووقوف الدوله العميقه ووقوف دوله العسكر حائل بين الشعب وبين السلطه الممثله في محمد مرسي وجماعه الاخوان المسلمين في ذلك الوقت. طيب ولكن شريف، بعد 3/7 موقفنا احنا يعني خلينا نتكلم عن موقفنا بعد 3/7 مش بعد. نعم. 30 يونيو هناك 30 مليون مصري نزلوا الميادين، كيف نزلوا الميادين 30 يونيو؟ لا نتحدث عليها الان، ولكن نتحدث بعد عن موقف 6 ابريل بدافعها تنها وموقف شباب من اجل العداله والحريه وموقف. طيب شريف، بعد 30 يونيو بعد 3/7 سؤال يطرح، هل سؤال يطرح شريف، تم الكلام. نعم سأدعك تستكمل الكلام، ولكن حتى نستوضح نقاط يعني تستدعي التركيز في التسمية الآن. بعض أو أغلب المعطيات في ذلك الوقت قالت أن هذا تمهيد لتحرك عسكري واستدعاء للجيش بشكل واضح، وهو ما يستدعي انقلاب عسكري. لماذا يعني استمر القائمون في هذا الحدث في استدعاء الجيش كما حدث في تلك الميادين في حينها؟ الذي استدعى الجيش في 30 يونيو هما جماعه الاخوان المسلمين عندما تحدث حزب الحريه والعداله وعندما تحدثت جريده الحريه والعداله بالبنط الحديد ان القوات المسلحه المصريه ستنتشر في ميادين مصر يوم 30 يونيو لحمايه الشرعيه، فمن استدعى المؤسسه العسكريه يوم 30 يونيو لم تكن تمرد ولم تكن القوى الثوريه، هي جماعه الاخوان المسلمين وحزب الحريه والعداله ورئيس الجمهوريه في ذلك الوقت الممثل في الدكتور محمد مرسي او محمد مرسي في ذلك الوقت. وكانت القوى المدنيه دائما تتحدث عن ان يكون هناك مجلس رئاسي مدني او فريق رئاسي مدني، وكان مطالب 30 يونيو ومطالب القوى المدنيه في ذلك الوقت هو ان يخرج الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه في ذلك الوقت للدعوه لانتخابات طيب. رئاسيه مبكره وليس لعزل محمد مرسي بهذه الطريقه. طيب اين هي جماعه او حركه 6 ابريل الان في هذا التوقيت؟ حركة 6 ابريل ممثله لثلاث اجزاء مرميين في المعتقلات وجزء خارج بره البلاد للمرافقات الامنيه والاحكام اللي عليه، والجزء الثاني مطارد في الشوارع وموجود، والدليل انه انا بتكلم اهو من قلب القاهره ومطارد وبنزل الشارع وبقدر انزل الشارع بقدر استطاعتي في النزول. ولكن هل هناك ما يساعد القوى المدنيه على النزول؟ لا توجد حمايه ولا توجد غطاء سياسي او ثوري في القوى المدنيه بما فيها 6 ابريل حتى من الشعب، لانه النهارده هذا الحاكم الفاشل، هذا الحاكم الخاين للارض الذي باع ثيران وصنافير وتنازل عن الارض للكيان الصهيوني السعودي،
يستخدم ضرب النار مباشرة في فكر وعقل كل مواطن مصري يحاول مجرد المحاولة في المطالبة بحقه. ولنا في مؤيدين هذا النظام مثل شريف حتى يكفينا الوقت، اعتذر على المقاطعه ولكن حتى يكفينا الوقت، هناك اجزاء اخرى في هذا النقاش. نبدا الان بمتابعه هذا المقطع الذي تداوله النشطاء ويبرز وقفه على جسر السادس من اكتوبر بوسط القاهره احتجاجيه على ارتفاع سعر المنتجات البتروليه ليله امس في القاهره، فلنتابع. إذن أعود إليك عمر، هذا المقطع للشباب الذين يقفون على كوبري السادس من أكتوبر أمس مساء وينادون لحركة في الشارع المصري ويهتفون عايزين رجالة، هل هذا يعتبر شرارة أو ربما بريق أمل ربما للثوار مرة أخرى؟ دايما في امل، ولكن الوضع الحالي صعب جدا. اولا زي ما الشريف قال ان الثمن زمان ايام مبارك كانت ممكن تنزل في مظاهره، كان اقصى شيء هتقعد اسبوع في القسم او هيتحكم عليك بشهر شهرين. النهارده الثمن رصاصه في صدرك، الثمن هتقعد حكم 10 سنين، الثمن مش بس عليك ده عليك وعلى اهلك. فزي ما الثمن عالي كذلك ان الحجم الناس او حجم الاخفاقات والغضب هيكون لازم يكون اعلى عشان الناس تنزل، وحجم الدم وحجم الشهداء او الضحايا اللي ممكن يقعوا في موجه جديده هيكون اكبر بكتير من اللي حصل في يناير وما بعد يناير حتى الان. مش عارفين ايه الحل حاليا، ولكن الحل بيبدأ من التوافق زي ما بدأ أيام مبارك، من التوافق من القوى المختلفة على نظرة على هدف معين اللي كان هو إسقاط مبارك وعلى شكل بسيط للدولة. دلوقتي لازم يحصل توافق على شكل الدولة وعلى شكل الأهداف لها وغيره وغيره، ولكن من غير هذا التوافق فكل اللي بيحصل في الشارع هو شيء كويس، شيء بيتجمع عشان شيء أكبر ممكن يحصل بعدين، ولكن أنا مش متوقع في القريب العاجل أن يحصل شيء. طيب عمر، مع موجة ندم الكثير في الفترة الأخيرة على نزولهم في ذلك التاريخ، هل تقف في هذا الصف اليوم؟ أنا زي ما قلت لك تحليلي اللي قلته قبل في أول الحلقة هو تحليلي نظرتي الآن للموقف، ولكن لو عدت يعني لو أي حد نزل شاف عندي أنا كنت كاتب، أنا في الوقت 30 يونيو أنا كنت شايف زي ما شريف قال دلوقتي إنها موجة ثورية وإنها استكمال ل 25 يناير، ولكن لما نزلت بنفسي شفت ان العكس، وشفت ان احنا اسالنا تقدير حاجات كتيره، اسالنا تقدير التنسيق ان في ناس كانت منسقه مع المخابرات مع الجيش وغيره، ان كان في تمويل وكذا وكذا، كمان اغفلنا حجمنا الحقيقي، وكذلك اغفلنا شيء مهم جدا ان في انتخابات الرئاسه 2012 كان في 24 تقريبا 24 مليون واحد نزل، منهم 12 مليون نزلوا الشفيق، فدول كده كانوا نازلين في 30 يونيو بدون أبو غلنا. شكرا عمر، إذن هو نفس محتوى التغريدة التي استعرضناها لك قبل قليل. شكرا لك عمر، كنت معنا عمر الشورى الناشط، كنت معنا عبر سكايب. وأعود إلى الأستاذ شريف الروبي، المقطع الذي شاهدناه شريف باختصار صف لنا المقطع. هي مقطع الشباب اللي وقفوا بالسيارات على كوبري اكتوبر امبارح بعد ارتفاع الأسعار، بعد ارتفاع سعر المحروقات، ده دلاله على القوى الامنيه الغير مبرره
والعنيفه جدا اللي بيتعامل بيها النظام. العدد بيعبر عن العنف التي يتعامل به النظام مع الشعب المصري، حتى مع الناس اللي بتطالب بحقوقها البسيطه ما بتتكلمش عن صراع سياسي وكرسي وثوره. والدليل انه الذهبي يوم اول امبارح كان في امبارح بالنهار برضه كان في 6 منهم 4 بنات، نانسي كمال وساره مهنا الصحفيه، واثنين من الشباب كانوا بيتغدوا او بيحتفلوا بالعيد في حديقه الازهر، وتم اعتقالهم. والنهارده طلع قرار طبعا المغرب طلع قرار حبسهم 15 يوم على ذمه التحقيق. شريف اتضحت وجهه نظرك. هي دي مصر الان، ولا اقدر اوصف دي مصر الان. اتضحت وجهة نظرك شريف الروبي القيادي بحركة السادس من إبريل، شكرا لك. أما مشاهدينا فنذهب إلى فاصل قصير فابقوا معنا. عطاؤك سيصنع فرقا ويوفر مصدر دخل وعلاجا لمريض ويوفر فرصا اكبر للتعليم. كن بقربهم واصنع بعطائك حياه لهم. تبرع عبر قطر الخيريه. اهلا بكم من جديد. إذن الاحتجاجات على ما حدث في الاعوام الثلاثه الماضيه منذ تولي السيسي للسلطه، أو ما حدث في الأعوام الأربعة السابقة منذ الانقلاب العسكري، لم يتوقف على منصات التواصل الفن، فهو قد لعب دورا كبيرا في تقديم نمط احتجاجي بالكلمات والألحان. نرحب اليوم بالفنان المصري عبد الفتاح شبانة، والذي سيسمعنا أيضا بعض أغانيه التي تواكب الأحداث على مدار هذه الفترة السياسية في مصر، رغم أنه الآن يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية بعيدا عن مصر. عبد الفتاح شبان، أستاذ عبد الفتاح أرحب بك، وإذا تعطينا تعليق سريع منك على 30 يونيو اليوم. أولا تحياتي لحضرتك وللمشاهدينك الكرام وقناة الجزيرة كلها وكل العاملين بها. أولا هي ذكرى حقيقية، يعني مش عايزين نستغرق في مأساتها وما يعني ترتب عليها. اتمنى ان احنا يعني نعي ما حدث ونستفيد منه ونقرا الصوره بشكلها الكامل والعام، ونبتدي يبقى تفكيرنا ايجابي فيما هو قادم، لان هنستغرق يعني بقى لنا 4 سنين عمالين نتبادل الاتهامات، وكل واحد يقول ده باعونا فين والتانيين اشترونا فين. ونفس الاسطوانة التي لا تقدم ولا تأخر وتصب في النهاية في مصلحة النظام الحالي. نعم سعد فتح. نعم إذا ذهبنا إلى الفن ومواكبة هذه الأحداث منذ 30/6 أو 30 يونيو كما تسمى الآن حركة 30 يونيو أو الانقلاب، ذكرى الانقلاب كما يسمي البعض، إذا تسمعنا شيء يعبر عن هذا اليوم. والله هو يعني انا عملت حاجه كده يعني من فتره، بس يعني يعني زي ما تقول كده عتاب لمن نزلوا في 30 يونيو، يعني اللي بتمنى من كل قلبي انهم يعني يعيدوا حساباتهم مع نفسهم من اجل وطن يستاهل الكثير، يعني ويستاهل كل التضحيه. مش عيب ان انت طلعت كورك وحلمت هتاخد مديك ورك، مش عيب ان انت طلعت كورك وحلمت هتاخد مديك ورك، ده عزومة لئيمة شلة قديمة، عزومة لئيمة شلة قديمة، شغلها سيمة ولعبي في سيرك، مش عيب في مرايتك تاني تبص حتى لو الشرخ كبير في النص، مش عيب في مرايتك تاني تبص حتى لو الشرخ كبير في النص، بعض المرايات بتغش ساعات، بعض المرايات بتغش ساعات،
وتشوف الحق خروج عن النص. مش عيب ان انت طلعت كاور، مش عيب ان انت طلعت كاور، وحلمت حتاخد مديك ور. ده عزومة لئيمة شلة قديمة، عزومة لئيمة شلة قديمة، شغلها سيمة ولعبة سر. مش عيب في مرايتك تاني تبص، حتى لو الشرخ كبير في النص. مش عيب في مرايتك تاني تبص، حتى لو الشرخ كبير في النص. بعض المرايات بتغش ساعة، بعض المرايات بتغش ساعة، وتشوف الحق خروج عن النص. مش عيب ان انت طلعت كاور، مش عيب ان انت طلعت كاور. طيب. يعني نعم، يعني معبر الكلمات لا تحتاج إلى شرح، بسيطة وسهلة وواضحة. نذهب الآن إلى المرحلة التي تلت ذلك، والمرحلة الأصعب لقطاع كبير من المصريين كما لاحظنا على مواقع التواصل الاجتماعي، مرحلة تيران وصنافير. كيف نعبر عن تيران وصنافير؟ يعني والله عملت أكثر من غنوة الحقيقة، بس في غنوة عملتها يعني أخيرا، أو يعني في لحن عملته لأحد الشعراء الكبار، بس نفس اللحن عملت عليه كلمات عشان بس إيه يعني إيه نتخطى، نعبر حاجة يعني حتة ال ال حقوق الملكية وحاجات كده. فالكلمات دي كلماتي، وآخر حاجة عملتها بخصوص تيران وصنافير ده لحن، يعني غنوة من الأغاني اللي عملتها لتيران وصنافير. اسمع مرحبا. زي الخطا والشقيانة شايلة الوشوش العرقانة، زي الخطا والشقيانة شايلة الوشوش العرقانة، وفاس في اتفلح مسكون بحب أرضه المصرية، مصرية مصرية، تيران وصنافير مصرية، على كوبري بنهلة محت جنود كان فيهم الصلعب موجود، على كوبري بنهلة محت جنود كان فيهم الصلعب موجود، حارب في أرض تيران وانصاب ودمه بيقول مصرية مصرية مصرية. تيران وصنافير مصرية، من بورسعيد والمنصورة محمود وبطرس في الصورة، من بورسعيد للمنصورة محمود وبطرس في الصورة، رافعين علم وعلى الراس كاب وصورة واضحة مصرية مصرية مصرية. تيران وصنافير مصرية، في الصورة عفة مع مينا وناس كتير غالية علينا، في الصورة عفة مع مينا وناس كتير غالية علينا، ضحوا بحياتهم لأجل نعيش وتعيش تيران مصرية مصرية مصرية. تيران وصنافير مصرية، الدم على الأرض اتكلم وشاهدنا على الرملة معلم، الدم على الأرض اتكلم وشاهدنا على الرملة معلم، يحكي الحكاية لكل الكون حكاية حلوة مصرية مصرية مصرية. تيران وصنافير مصرية، لو بيعين الأرض تبيع والبرلمان يبصم ويزيع، لو بيعين الأرض تبيع والبرلمان يبصم ويزيع، الحق لو له ناس ما يضيع والحق بيقول مصرية مصرية مصرية. تيران وصنافير مصرية، من الأنطرة الإسماعيلية شط القناة الغالي عليا، من الأنطرة الإسماعيلية شط القناة الغالي عليا، شعب السويس الحر يقول تيران وصنافير مصرية مصرية مصرية. تيران وصنافير مصرية، لو تسأل الرملة تقولك دم الشهيد فيها يدلك، لو تسأل الرملة تقولك دم الشهيد فيها يدلك، السكة رايحة لفين ومنين ومنين طريق الحرية مصرية مصرية. تيران وصنافير مصرية. نعم، شكرا لك على هذه الكلمات، يعني أيضا شرحت ووضحت ربما ما يدور في خاطر المواطن
المصري الآن. وأنتقل سريعا بعد أن أشكر المشاهدين على متابعة هذه الحلقة، أختتم الحلقة ولكن أترك الختام الفعلي للأستاذ عبد الفتاح شبانة، يسمعنا ما يمثل واقع اليوم والأزمات الأخيرة أبرزها أزمة البنزين. لا أنا بس أنا معلش أنا هقول حاجة تختصر كل ده يعني وتساند كل صوت بيقول كلمة حق. قول 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 كلمتك وامشي، قول 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 وإن قلت ما تخافش، قول 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 كلمتك وامشي، قول 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 وإن قلت ما تخافش، توصل ما توصلش قولها وما تخافش، توصل ما توصلش قولها وما تخاف، ما ياخدش روحنا إلا اللي خالقها، والدنيا لازم يوم نفارقها، ما ياخدش روحنا إلا اللي خالقها، والدنيا لازم يوم نفارقها، فقول وما تخافش، قول 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 كلمتك وامشي، الكلمة طاقت نور، الكلمة طاقت نور وتهدي مليون سور، الكلمة طاقت نور وتعدي يا مبهور، الكلمة طاقت نور بتهدي مليون وتهز عرش الظالم وتكسر المكسور، الكلمة طاقت نور بتهدي يا مبسور، الكلمة طاقت نور بتهدي يا مبسور وبتكسر الخاطر وتكبر المكسور، توصل ما توصلش والهاوي ما تخافش، توصل ما توصلش والهاوي